دكتور أندريا زكي رئيس طائفة إنجيلية في مصر، الرجل الذي جسد معنى الوطنية الحق وعنوان للمصري الأصيل في الداخل وفي الخارج. جئت الآن في هذه الليلة لأقدم برقيات أكثر من تهنئة، وما جاء لي إلى هذا المكان إلا معتقد ناضل بالمحبة والسلام والتعايش، تعبيراً عما جاء في القرآن الكريم لأجسده للجميع تجسيداً حياً واقعاً ينبض بالحياة في المسيرة فيما بيننا جميعاً. التهنئة الأولى أقدمها لجناب القس الدكتور أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر على نجاحه الباهر في أن يكون عصر ذهبي بمعنى الكلمة للطائفة الإنجيلية في مصر بقيادتكم في هذه الفترة، فكنتم تجسيدا لعنوان المحبة ولعنوان التعايش، عنوانا للإنسان المصري الأصيل الذي ما رأيتم لقاء من اللقاءات أو احتفال من الاحتفالات إلا ووجدت دعوة للمسلمين مع إخوانهم المسيحيين، وهذا دليل حي على نجاحه في قيادة الطائفة الإنجيلية لمصرنا الحبيب. التهنئة الثانية لما جرى بالأمس الثلاثاء 23/4/2024 من انتخابات سنوبس الإنجيلي بمصر لدورته 134 بنجاح أعضاء سنوبس برئاسة القس الدكتور عزة شاكر، فأهنئك على هذا النجاح والسادة النواب والسادة النواب ورؤساء الأفرع المختلفة لسنوبس الإنجيلي بمصر. التهنئة الثالثة لهذا الافتتاح لهذه المكتبة المهداة من الدكتور قس يوسف قطرس، ولهذه التجديدات في هذه الكنيسة التي ألهمت الأخوة المسيحيين الفرحة، وجئنا لنشاركهم هذه الفرحة العارمة لنجسد أننا جسد واحد يعبر عن المودة والمحبة فيما بيننا. هذه الإهداءات وهذا التجديد يشعر الإخوة المسيحيين بالأمل أن هناك أمل مشرق، حياة نابضة بكل أمل تبين أن المحبة والسلام والاستقرار فيما بيننا سيسود بمشيئة الله تعالى. هذه الكنيسة وهذه التهنئة لأخي الفاضل القس نادي لبيب على هذا النجاح الباهر بتواجدنا مع بعضنا البعض وبهذا الصرح الذي نراه ونشاهده عيانا حيا على أرض الواقع، ليس بنيان ولكنها محبة، فباسم جروب المحبة لا تسقط أبدا أقدم لجميعكم هذه البرقيات من التهنئة، وهذا التواجد الآن دليل على نجاح جروب المحبة لا تسقط أبداً.